And I now give the floor to the Iraqi Development Organization. The floor is yours. سيد الرئيس، يعتبر المجتمع البحريني من أنشط المجتمعات في دول الخليج بمختلف شرائحه وتوجهاته، فكان المجتمع المدني في البحرين في الطليعة في مطالبته المتكررة والدؤوبة لحصول البحرين على استقلالها من الاحتلال البريطاني، رغم قمع قبيلة الخليفة الحاكمة لقيادات التيار الوطني المطالب بالاستقلال والديمقراطية، عندما خرجت معظم شرائح الشعب في البحرين مطالبة بالديمقراطية وحق تقرير المصير والعدالة الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء المعاملة الخاصة وغير العادلة لأفراد قبيلة الخليفة، أدرك النظام الخليفي أهمية وحيوية حراك المجتمع المدني، فقام بحملة قمعية شرسة على قياداته وأفراده، حيث أصبح معظمهم في السجن اليوم بتهمة ملفقة. لم يكتف النظام بالانتقام من قيادات المجتمع المدني بداخل البحرين، بل واصل انتقامه إلى خارجها، حيث قام بالانتقام من عائلة زميلنا السيد أحمد الوداعي شر انتقام كما هو مذكور في التقارير الأموية المختلفة. لا زال النظام الخليفي يقوم بإرسال المتعاونين معه إلى خارج البحرين لمقابلة النشطاء في مختلف عواصم العالم لثنيهم عن نشاطهم الحقوقي والسياسي تارة بالترغيب وتارة بالترهيب. إننا نطالب المجلس بمراجعة المعايير التي من خلالها يتم انتخاب الأعضاء، فحكومة البحرين يجب طردها من المجلس لسجلها الحقوقي المخزي، ولا تستحق أن تكون عضوة في المجلس. شكرا. Thank you.